قرأ من قديمه وجديده في أمسية حضرها جمال الشعر وعمق معناه. أقول دبي لو تسألين البوح لم تثل حبا تلمس في أرجائك الأمل. من كان من قال إن رمال البيد ما عرفت إلا سرابا بدا للرحل؟ فارتحل دبي كانت وكان الخور أغنية على فم البيد تروي كل من سأل. نامت على كتف الصحراء آمنة فكانت الشمس أما تطبع القبلا. واستيقظت وبنوها حولها همم تختال فوق جبين البحر انجفلا. غاصوا إلى الدر في أعماقه فبدت قوارب الصيد في أحداقه مقلا. دان الخليج لهم لكن دانتهم كانت دبي جمال عز واكتملا. دبي لو تسألين البوح لم تثل حبا تلمس في أرجائك الأمل. على النخيل دموع الأرزئ نزلت رق النخيل وفي أحداقنا نزل. هنا الصداقة إن عز صديق هنا الإمارات صرح للإخاء على. تمتاز قصائد بيضون بعذوبة معانيها وبعدها الإنساني، وبالأخص تلك القصائد التي كتبها إلى حفيدته صوفيا ونشرها في كتاب متميز وأنيق. شيكا بيكا شيكا بيكا جدك يا صوفي أنتيكا. غنى الجد وغنت صوفي غنت شيكا غنت بيكا. سألت ما معنى الأنتيكا؟ الأنتيكا الأنتيكا شيء مر الدهر عليه خدع الدهر فصار شريكا. جدك يا صوفي أنتيكا والجدة أيضا أنتيكا. سمعت جدة صوفي تهمس وحدك شيكا وحدك بيكا وحدك في المنزل أنتيكا. سمعت جدة صوفي تهمس وحدك شيكا وحدك بيكا وحدك في المنزل أنتيكا. غنى الجد وغنت صوفي غنت شيكا غنت بيكا. جدك يا صوفي أنتيكا والجدة أيضا أنتيكا. قرأ بيضون تشكيلة متنوعة من قصصه ونصوصه وقصائده التي تناولت القضايا الوجدانية ولمس الحضور الجزالة اللغوية العالية التي يمتلكها هذا الشاعر عاشق اللغة العربية ونحوها وصرفها. لو حصروا حق التصويت بهذا العالم بالأطفال لاختار الأطفال الحكام من الأطفال. وصار العالم مملكة تشبه أحلام الأطفال. لو حصروا حق التصويت بأطفال دون الثالثة حصدت صوفي كل الأصوات وصارت حاكمة في مملكة الأطفال. وعم الفرح المملكة ووزع أطفال المملكة أشياء المملكة على السكان. لو صارت صوفي حاكمة لا يبقى للجوع ولا للظلم ولا للخوف مكان. لو حصروا حق التصويت بهذا العالم بالأطفال حكم الأطفال الأرض. وصارت ألعاب الأمم كألعاب الأطفال. وعم الأرض سلام يشبه أحلام الأطفال. يسعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى فتح نوافذ جديدة لتعزيز استراتيجيات عمله في المرحلة المقبلة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب نظم الاتحاد ندوة فكرية طرحت فيها أوراق عمل مهمة حول السبل والاستراتيجيات التي تعزز العمل الثقافي العربي
في عصر الانفتاح على ثقافات العالم كلها. قواسم مشتركة تربط أمتنا العربية لطالما نادى بها المثقفون. هناك من يدعو إلى ضرورة توحيد العمل الثقافي العربي، بينما يرى آخرون صعوبة ذلك بسبب الانقسامات الكبيرة في الرؤى والتوجهات. حول هذا الموضوع نظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ندوة بعنوان نحو استراتيجية موحدة للعمل الثقافي العربي في مقره بمدينة الشارقة للنشر بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب. ليس من هاجس أننا من خلال الإعلام سأغير في المجتمع إلى شكل أفضل من الممارسات، لا، لكن أنا لأنه بتيح لي فرصة ظهور هذه المؤسسات لو اشتغلت فيها. ففي يعني نحن لازم نكون عندنا شوية رؤية في إشكالات المجتمع اللي نواجهها وكيف نحن ممكن نخرج منها. الثقافة هي جزء من كيان مجتمع معين، بمعنى أنها هي جزء يتكامل مع الاقتصاد، يتكامل مع الاجتماع، يتكامل مع السياسة، يتكامل مع الأمن. بل أن هناك في اعتقادي أو ظني الشخصي أن الثقافة تدير كل هذه القضايا. السلوك في المجتمع يبقى يعكس ثقافة معينة لهذا المجتمع. تحدث المشاركون عن واقع الثقافة العربية مع عرض تجارب إماراتية دعمت الثقافة، مثل الشاعر الراحل سلطان العويس ورجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد. أنا اليوم هني بصدد التحدث عن دور الإمارات في الاستراتيجية الثقافية العربية. بما أن إحنا رئيس اتحاد كتاب الإمارات سعادة حبيب الصايغ هو نفسه رئيس اتحاد كتاب العرب، فهو الثقل كله علينا إحنا الإمارات في استقطاب الكتاب والجوائز العربية والجوائز الثقافية. لذلك ترى أن الثقل كله منصب على الإمارات في نشر هالثقافة، وإحنا أصلاً الإمارات زي ما تقول إن عندنا عدد كبير من الكتاب العرب متواجدين في الإمارات. فطبعاً خلال هذه الاجتماعات والمؤتمرات اللي نسويها يلتقون، ومن خلالها إن شاء الله ننشر الثقافة والاستراتيجية العربية للأماكن المختلفة بإذن الواحد الأحد. دور اتحاد كتاب وأدباء الإمارات دور مهم جداً في الاتحاد العربي العام. أولاً هو دور مكمل، وبالنسبة يعني مثلاً أهم نقطة في الدور هذا أن الأمين العام للاتحاد العام العربي هو رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فبالتالي احنا بصماتنا واضحه اصلا، يعني سواء المقر الرئيسي اللي صار لنا السنوات السابقه ما كان لهم، مثلا الاتحاد العربي ما كان عنده مقر، والحمد لله انا صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اعطى مقر للاتحاد العام العربي، والحمد لله اصبح في اماره الشارقه، والان قاعدين نفعل يعني دور الاتحاد العربي من خلال اتحاد كتاب الإمارات يعني في إمارة الشارقة تحديدا. في ختام الندوة أثنى المشاركون على مشروع الشارقة الثقافي والحضاري كنموذج عربي متقدم ويصلح للتطبيق، كنموذج يحتذى. وعلى هامش هذه الندوة التقت كاميرا البرنامج بالشاعر الأديب حبيب الصايغ رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. المشاريع كثيرة، أولاً أشكركم على التواصل والاهتمام. المشاريع كثيرة، أولها اللي إحنا اليوم فيه بدء أنشطة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في مقره في مدينة الشارقة في هيئة الشارقة للكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة قبل ذلك احنا عقدنا 6 مؤتمرات واجتماعات دورية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين، لكن هذا نشاط أسبوعي سوف يكون مقره هنا في مدينة الشارقة للنشر، وهو يعني تلبية لتوجيهات مباشرة
من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهو بالمناسبة أيضا راعي الاتحاد العام. غير ذلك لدينا مؤتمر القدس في أبوظبي النسخة الثانية منه قبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب بيومين، وفي خلال المعرض هنالك جناح للاتحاد العام بالإشراك مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وضمن الجناح هنالك ندوات ومحاضرات مستمرة طيلة أيام المعرض صباحا ومساء. يعني داخل المعرض برنامج حافل نحن نشرف عليه طيلة أيام المعرض منذ الصباح الباكر إلى المساء المتأخر. هذه بعض مشاريعنا، ولدينا اجتماع للمكتب الدائم أو مجلس الاتحاد، يعني كان اسمه المكتب الدائم والآن اسمه مجلس الاتحاد وفق النظام الجديد الذي أقر في أبوظبي في القاهرة ثم أبوظبي. هذا الاجتماع في القاهرة وعلى هامشه نعقد مؤتمرا عالميا عن أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ في ديسمبر المقبل، يعني نهاية العام لدينا اجتماع مماثل في المنامة في البحرين، وعلى هامشه يعقد مهرجان الشباب العربي للشعر، يشارك فيه من كل دول العربية شعراء الشباب. وإحنا أطلقنا على المرحلة المقبلة اللي هي تمتد، يعني هاي الفترة الانتخابية الدورة الجديدة اللي بدأت في يناير الماضي وتنتهي في يناير 2023، مرحلة تمكين الشباب، وهو ليس شعارا مفرغا من مضمونه أو شعارا براقا، وإنما هو شعار حقيقي سوف نحاول تطبيقه إن شاء الله على الأرض. إذن فاصل قصير ونعاود. إذن نعود من جديد مشاهدين الأكارم مع ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ وليد أحمد رئيس لجنة موسم دبي الفني، رحب فيك. مشكور أستاذ جمال، ما تقصر، حياك الله. طبعا تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة السادسة من موسم دبي الفني. في البداية حدثنا عن هذا النشاط، وأنتم ما شاء الله يعني دائما نشاطاتكم مختلفة واستثنائية. أول شيء هذا النشاط واختلاف هذا النشاط السنة موسم السنة عن المواسم الأخرى. طبعاً موسم دبي الفني يأتي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ لطيف بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وهذه بادرة من سمو الشيخ لطيفة دائماً تدعم المواهب في إمارة دبي. وموسم دبي الفني عبارة عن مظلة تشمل كل الفعاليات الفنية اللي تقام في إمارة دبي من آر دبي، كوميكون، مهرجان طيران الإمارات للآداب، وكثير والعديد من الفعاليات الفنية، ومن ضمنها وأبرزها معرض سكة الفني لافتتاحه إن شاء الله قريبا بيكون. نعم جميل. على 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 موضوع سكة الفني، يعني يمكن يحظى معرض سكة الفني بكثير من الاهتمامات سواء من فنانين عرب أو أجانب، ايضا تستقطبون انتم بين فتره اكثر من دوله، يعني فتره من الفترات استقطبتوا فنانين من البحرين. نعم. ومن السعوديه، والان تستقطبون فنانين من الكويت. السكه الفني شو اللي يميزه؟ معرض بدايه نطري موضوع الدول الخليجيه المجاوره المشاركه معنا في السنوات القادمه، السنوات اللي مضت هي البحرين في سنة 2017 ومملكة العربية السعودية في 2018، والسنة هذه إن شاء الله بتشارك دولة الكويت بالبيت الكويتي اللي هو بيت 53 راح يكون في معرض سكة الفني.
جذبنا للفنانين عن طريق معرضك الفني يأتي من 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 منظوم ومن من رؤية سمو الشيخ الطيفة إن الفن للجميع. حلو. في معرضك الفني ليس مقصور على فن معين اللي هو التصوير أو الرسم، يقتصر على كل، يتنوع في كل المجالات الفنية، ما محدد بشيء معين، فهذا التنوع اللي يخلي الفنانين ينجذبون إلى معرض السكن الفني، وهذا الانجذاب لمعرض السكن الفني يخلق عائلة معرض السكن الفني. الحمد لله لاحظت من خلال تجوالي خلال السنوات الماضية أن كثير تفاعل من الشباب، يعني الفنانين سواء البنات أو الشباب يتفاعلون ويفرحون، فرحانين بإنتاجهم بإبداعهم، وهذا تصور أنا دوركم أنتم أنكم كيف تنمون هاي المواهب. لأن يأتي معرض سكة الفني، معرض سكة الفني عبارة عن معرض للناشئين، الفنانين الناشئين، وهذا المعرض الوحيد في الإمارات أو إمارات دبي إذا نقدر نقول اللي يعتني بالفنانين الناشئين، ومن ليس فقط يعني إنه مش معرض فنانين ناشئين بشكل مصغر يعني يكون صغير، لا بالعكس، مهرجان نحتفل بالفنانين الناشئين كأنهم فنانين عالميين ومعروفين، فهذا هذا اللي يخلي الفنانين ينجذبون لمعرض السكة الفني، إن كانوا عرب إن كانوا أجانب وإن كانوا من أي جنسيات أخرى، لأن معرض السكة الفني ليس فقط إنه مفاتحين المجال بس للإماراتيين، في الموجودين الإماراتيين، للمقيمين في الإمارات وللمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا الانفتاح وهذا التنوع في الجنسيات يأتي عن طريق من الباب اللي فتحناه للمشاركة. حلو. شو اللي يميز السنة عن السنوات الماضية؟ طبعا السنة هذه راح تكون نافذة مفتوحة للفن والتسامح، راح نتطرق لمواضيع التسامح، راح يكون تركيزنا على وتركيز الفناني وتركيز ورش العمل وتركيز الأعمال الفنية، راح تنعرض تراوي مدى التسامح في دولة الإمارات، التسامح الثقافي، التسامح الفني، التسامح بالديانات اللي نحن موجود عندنا. فنحن في معرض سكة الفني السنة هذه بنحتفل بالتسامح، بنحتفل بالثقافة، بنحتفل بالتنوع الثقافي في الإمارات اللي موجود والجنسيات المتنوعة. حلو. يعني اللي بيشارك في هذه الفعاليات مالكم مش بالضرورة تكون جنسيته عربي، ممكن تكون أي جنسية. شو شروط المشاركة؟ يعني هذه البنت اللي توا في ريعان شبابها وتبغي تشارك مثلا، أو هذا الشاب اللي يبغي يشارك في هذا المعرض؟ نحن لأن معرض سكة الفني معرض للفنانين الناشئين، ما عندنا شروط محددة، شروط صارمة على الفنانين، لا بالعكس، نحن شروطنا مثل شروط أي أبليكيشن بتقدم عليه، اللي هو أوراق معينة، يكون عندك نبذة عن العمل اللي راح تسويه ويراويك العمل نفسه. الحين وين الموضوع ان نختار عملك او لا ما نختار عملك، هذا من اختبار واختصاص بعض الخبراء اللي موجودين عندنا في دبي. في لجنة يعني تتابع وتقيم الاعمال. تقيم الاعمال، لكن يوم يجون يقيمون الاعمال في اعمال جميلة جدا، لكن يوم نختار العمل نشوف الاعمال من ناحيتين، اللي هي ان كيف الفنان كتب النبذة عن العمل هذا، وكيف الفنان روانا التصور لهذا العمل، لان نحن نشتغل مع الفنان من بداية العمل الى انتاجه، فيختارون العمل على حسب المضمون، الشكل، الفكرة، هل تمس بآداب أو أخلاق أو ثقافة أو ديانة أخرى، هاي الشروط البسيطة اللي موجودة عندنا اللي ما نبغى نزيدها عشان نسهل على الفنانين الناشئين. حلو. والفن هو المعيار أكيد، الفن. نعم. أيضا من ضمن الموسم مالكم معرض الخط، ومعرض الخط تعرف كثير من الجاليريهات يعملون لوحات وهذه الخطوط الجميلة، شو راح يميز؟ شو مختلفين في الشو بتكونوا؟ إخواني المنظمين معنا في هاي دبي للثقافة الفنون هم معتنين على هذا الموضوع، لكن أنا عندي خلفية الحمد لله عن الموضوع إني أتكلم معاك عنه. معرض الخط الدولي دبي الدولي العربي، هذا معرض يقام كل سنتين بتنظيم دبي للثقافة، ويقام في أحد مرافق اللي في إمارة دبي، المولات في إمارة دبي،
ويكون استقطاب للفنانين العالميين الموجودين خارج الدولة للخط العربي، ورش عمل، زيارات مدارس، فتلاقي اهتمام كبير من دبي للثقافة في أن نركز على الخط العربي وجمالية الخط العربي، وكيف أن نحن ننقل الفكر هذا أو الفن هذا للأجيال اللي موجود، للأجيال القادمة. حلو. معرض السكة الفني الدخول مجانا. نعم. وبيكون في حي الفهيدي هنا. التاريخ. تدعو الجمهور، ندعو الجمهور، وبالذات الناس اللي عندهم بذرة الفن، خلنا نقول. نحن الصراحة مو بس ندعو الجمهور اللي مهتم في الفن، نحن ندعو كافة شرائح المجتمع للمشاركة في معرض السكة الفني أو الحضور لمعرض السكة الفني. في تساؤلات عن المواقف لمعرض السكة الفني، المواقف مسهلة الحمد لله هذه السنة، عندنا مواقف كثيرة حوالين المنطقة، فندعو الناس جميعا، والمشاركة مش مقتصرة في الفن، الناس اللي يحبون الفن المشاركة في هذا مثل هذا الاحتفال أو مثل هذا المهرجان أو القدوم لهذا المهرجان، إن نحن ندعم الأجيال القادمة وندعم الفنانين الناشئين هيلة، إن باكر هم بذرة الاقتصاد الإبداعي. كيف ندعمهم؟ بقدوم لنا معرض السكة الفني، بدعمهم ان ندعمهم. صحيح. في معرض. بس عجبتني انا بذره الاقتصاد الفني. شكرا لك الاستاذ وليد احمد رئيس لجنه موسم دبي الفني، شاكرين لك ومزيد ان شاء الله من النجاح. شكرا، ما قصرت. شكرا. اذا بهذا الحوار الشيق ننهي حلقه برنامج ابعاد ثقافيه، نشكر كل من تابع واخلص للبرنامج. إلى اللقاء.